أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ومكر الله الله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ربنا آمنا بما
واكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. إذ قال الله يا عيسى فيك ورافعك إلي. ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. وما لهم من ناصرين.
المنتصرين. شكرا يا دكتور. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم.
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله الله وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم. والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. الله الله. لا 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 لا. الله يفتح عليك حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله. ما شاء الله من هذا الله يا حبيبي. الله يا عم الله يفتح عليك. خلقه من تراب ثم قال له فيكون. الله أكبر. الله يا سيدنا. الله يا أبو الله. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ذلك نتلو عليك من حكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد عليك
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ كده
أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون فيما لكم به علم الله يعلم وأنتم لا تعلمون يا حبيب ولا شخص ما كان إبراهيم يهوديا كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ما كان
إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. الله 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 يا عم الشيخ عبد الواحد لما قرات كده بقى اتفرج بتاعي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا الله يجزاك الله خير. والله والله, والله, والله أسعد لحظات الله ولا وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وزاد النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق الله العظيم.